قامت مؤسسة الجرح التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع لحوم ووجبات على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم. يأتي ذلك لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، حيث تقوم المؤسسة بتوزيع اللحوم على المستحقين طبقا للقواعد البيانات المدققة لوصول الدعم للأكثر احتياجا. مؤسسة الجرحي السنة دي الحقيقة، وكل سنة وهم طيبين وربنا يجعله في ميزان حسناتهم إن شاء الله، بتذبح عدد من العجول يتجاوز 50 أو 60 عجل عشان توزعهم على أخواننا البسطاء في محافظة الفيوم، وده طبعا لإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم. بندخل دلوقتي على مرحلة التجهيز الأضاحي للعيد، طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، بتطلع تتوزع على المستحقين طبعا تبع مؤسسة الجرحي ما شاء الله. بنشوف المستحق بفضل من الله، عملنا زي جدول بياني ان اللحوم دي بتوصل للمطلقات، للارامل، للاسر اللي هي ضعيفه الدخل. النهارده جايين بنذبح عشان نوزع اللحوم على اهالينا المستحقين، مستهدفين في الفيوم 35 طن، ومستهدفين بره في الفيوم السويس والصف والعبور. احنا النهارده طبعا جايين نشارك المواطنين فرحتهم في العشر الأوائل من ذي الحجة، بنجهز حوالي 50 طن من اللحوم لتوزيع الأسر الأكثر احتياجا. وإحنا النهاردة عاملين حاجة جديدة بالشراكة مع إحدى رواد القطاع الخاص، بنقوم النهاردة بتجهيز اللحوم وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة. تحياتنا للشعب المصري وفخامة الرئيس. إحنا النهاردة فعالية تجهيز لحوم صدقات للأسر المستحقة بمحافظة الفيوم ومحافظات أخرى. إحنا جايين النهاردة بنساعد في مراسم الذبيح زي التغليف والميزان، وبنحافظ عشان نحافظ على برودة اللحمة، بنسيبها تاخد درجة حرارة الغرفة وبعدين بنوزنها، بنوزع على 60 منفذ ب60 قرية، وعاملين كشف بأسامي الناس اللي بنوزع عليها والكرة اللي محتاجة والناس اللي محتاجة، وبنوزع لهم اللحمة. بنشرف من خلال الفريق عندنا إدارة الجودة والجزارين والناس اللي شغالة، بفضل الله بنأدي أداء كويس، وطبعا بنتشرف إن احنا بنقوم بالعمل العظيم ده.